حبيبي تسلم تسلم والله مرحبا شو اخبارك انا ابو فواز جيتك اكبر هديه يا حبيبي والله يا حبيبي شو اخبارك شو عزيمه عنان حولها عزيمه بشاري مجيب بابا شنو تبين انا بيرو فيليبين يعني اكيد بتريدي ميبي عرفت شاي عارف مسوي عشاء بعد اي لانه طالب لك من برا حلو الله بالتيك توك يعني دائما يقولوا لي عني بلاي نهائي ولا يدزون صورتي ويحطون عليها منشن وكذي تقول افا يا مشاري ليش ما حطيت الجول لو تدري حبيبي كيف في قلبي سكنت وزان فيك احساسي شخص ما تقلبه فيك انت إيه ما في امل مثلا تنزل سنجل والله في كلام في شركات قاعد يكلموني في كلام في شركات قاعد يكلموني يقولون تكفى لا تغني اضحك يا اخي والله وناسه يعني ليش دز الليل شو الليله الصبر بكره اوه عرفت الوضع الصبر الصبر وكمبارس واحد يروح ويرجع بس هو نفسه يروح يفسخ الجاكيت يرجع بس يوم دشيت هذا العمل فعلا عرفت انا وين ترتيبي في المسرح عرفت انا وين اجوائي انا مو القطيط كثر ما انا السنيد إيه؟ اي انا هني مكاني بصراحه